إخوة الإيمان والإسلام، التلاوة القادمة لفضيلة القارئ العلم، فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام غريب، عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بقرية سنتريس أشمون منوفية، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah, 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 ah
صدق الله. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضرات فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد إمام غريب عضو نقابة القراء والمقيم بسنتريس أشمون منوفية.